السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفات اخرى وفي نصائح اخرى لبنياتي وليداتي داخل الوطن وخارج الوطن. كلكم بنياتي تحياتي لكم كبيره داخل الوطن وخارج الوطن. مؤخرا جاتني يا بنياتي واحد التعليق من واحد السيد من الجزائر، دخل كيشكر كيقول شكرا للبهيجه، كنشكرك والشكر قليل في حقك، كنتمنى تجي عندنا الجزائر وندير لك واحد الاحتفال. ما نقولش لك هذا الاحتفال غادي يكون كبير ان شاء الله، الا جيتي عندنا الجزائر باغي نحتفلوا بك بهذه الفرحه اللي دخلت علينا الاسره ديالتنا. هذه الفرحه اشنا هي؟ هي الزوجه ديالته عندها 50 سنه، مده 15 سنه وهي كتعالج، ما خلات لا طبيب ما خلات حتى شي بلاصه، يعني مني كانت عندها 45 سنه وهي مسكينه ما يأستش باغا تحمل مده 15 سنه قال لك خالتي، وحنا كنجريو من الاطباء والحمد لله والشكر لله. ملي دخلنا عند القناه ديالك درنا بسم الله وتوكلنا على الله ودنا الوصفات ديالك، وهي الان حامل، هي حامل ودوكا راني فرحان وفرحت اكثر مني فرحتينا. وشكرا لك لالا بهيجه اللي بالفضل الله سبحانه وتعالى اولا وبالفضل الوصفات ديالك الزوجه ديالي راه حملات. وما نقولش لك اخواتي الفرحه اللي دخلت عند الاسره ديالتنا كبيره، وبغينا يعني نتمنوا انك تجي عندنا ونفرحوا بك تتيا ونفرحوك ونتهلاو فيك هنا في الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله ولدي ماشي مشكله ولدي، الحمد لله والشكر لله، هذا الشكر وهذا الدعاء اللي كديروا ليا كافي ولدي، كافي بنياتي اي وحده اللي كتحمل بالوصفات بعد الله تعالى وكتدخل كتشكر لالا بهيجه وكتدعي معاها كافي كافي لالا بهيجه، لان حتى هي كتفرح مني هاد السيد فرح، انا كنفرح اكثر منه 10 مرات، يعني كنقول بانني الحمد لله والشكر لله درت واحد الحاجه اللي هي ناجحه في الحياه ديالي، يعني وجهت الناس لهاد الوصفات وبفضل ديالها كان الحمل ديالهم والفرحه ديالهم. واليوم بنياتي غنجي قالوا لي خالتي بغيناك خالتي دوينا على الاجهاض المتكرر، بزاف الناس كيدخلوا عندي في التعاليق يقولوا لي خالتي كنديروا الوصفات ديالو كنحملو لكن كيجينا اجهاض ما عرفناش شنو، من بعد ثاني كيجينا واحد الاجهاض متكرر، وملي كنمشيو عطيب كيقولوا راه ما عندكم حتى شي حاجه، ما عندو حتى شي سبب عضوي او سبب طبي اللي باش كيديروا هذا الاجهاض. بغيت نقول لكم بنياتي قبل ما ننصح بنياتي هذا المشكل ديال الاجهاض المتكرر، غادي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بغيت نقول لك بنت بنياتي اللي كيجيكم الاجهاض المتكرر، بغيت نقول لكم ضروري بنياتي الا درتو واحد الوصفه ديال الحمل، وكنقولها لكم دائما الوصفات ديال الحمل كديروها ما كديرش وصفه وحده، كديروا على حسب المشكل اللي عندكم، الا كان عندكم بروده او عندكم مشاكل ديال التكيس او مشاكل ديال البويضات قلال او اي حاجه، كتشوفي الوصفه اللي كتناسب ليكي وديريها وديري معاها حتى هزام الرحم ديالك. ولا فاتك وقت الدوره، يعني جات وقت فوق الدوره، يعني فاتت بواحد يومين او 3 ايام ما جاتكش وجاك واحد سائل بني دم يعني قليل هبط لك، ما ديري حتى شي وصفه، ما ديريها، ما تشربي حتى شي سخون، ما تهزيش لا تقل، ما ديري حتى شي حاجه. هذاك الدم البني اللي كينزل عباره عن علامه كتعطيك بان الوصفات راه نجحوا لك، وراه ان شاء الله غادي يكون بشائر حمل باذن الله. كاين البنات اللي كيزربوا كيشوفوا هذاك يقولوا واقيلا الدم تعطلت علينا نوضو نديرو السخون، هذاك السخون اللي كديريه ولا كتشربي شي مشروب اللي غتنزل لك الدوره كتصدقي كديري الاجهاض، بلا ما كتعرفي كيجيك اجهاض كيولي اجهاض، كديري مره واثنين علاش كتولي عندك الاجهاض متكرر. اما النساء اللي كيكون عندهم اجهاض متكرر وما دايرينش هذا المشكله اللي وريتكم، الا كان ما عندك حتى شي مشكله انت كتشعطك يقولك ما عندك حتى شي مشكل بانك جاك اجهاض متكرر، يعني هذا الاجهاض
ما عندك حتى شي علامه انك راك يعني شي حاجه كتكون في الخوات او في شي حاجه في الجدار الرحم او شي حاجه اللي كتخلي كدير اجهاض وما كان عندك حتى شي سبب طبي بانك درتي الاجهاض؟ يمكن يكون عندك سحر الارحام. هاد سحر الارحام باش غنعرفو؟ بزاف الناس ما كيعرفوش ان انهم عندهم سحر الارحام وكيمشيو كيبقاو مقابلين الطب الطب هما عندهم سحر الارحام كيحملو كيجهدو كيحملو كيجهدو وما كيعرفوش. باش غتعرفي بنتي عندك اجهاض ديال الارحام يعني سحر الارحام هو اللي كيسبب لك في الاجهاض، يعني كتشوفي قبل ما كتجهضي، يعني انت حملتي وخديتي درتي التيست عرفتي راسك بانك حامله، كتكمل ليله من الليالي كتحلمي شي حلمه، بحال مثلا كتحلمي شي امراه عجوز كتجي كتضربك الكرش ديالك، كتضربك الكرش ديالك، هذه حلم حلم حلم، او كتشوفي انك كيجي عليك شي حيوانات بحال حاشاكم الكلاب او الحيات او رجال او نساء كيجيو عليك وكطيحي حتى كتسبب لك الاجهاض. هادشي في الحلم كتعرفي انك عندك تابع، هذيك التابعة هي اللي كتسبب في الاجهاض المتكرر. اش هي التابعة؟ كتابعة كتكون عندك سحر الارحام وكيبرك لك في الرحم ديالك وكيخلي ما كيتبتش لك الحمل ديالك. في هاد الحال اش كديري؟ كتدخلي تاخدي الوصفات ديالهم كثيره ديال سحر الارحام، يعني دير هادشي ديال التابع. اشنو كديري؟ كديري اما السدر، ورق السدر، كديري ورق سبعه ورقات ديال السدر وكديرهم في الماء وترقيهم بالرقية الشرعية. شنو هي الرقية الشرعية؟ يعني المعوذتين ودير القلقلة. شنو هي القلقلة؟ هي أربعة سور فيهم قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، يعني أربعة السور كديرهم سبعة مرات ومعاهم الفاتحة ومعاهم سورة آية الكرسي ومعاهم شي ما يتصر من سورة البقرة. هادو باش كترقي داك الماء اللي درتي فيه السدر. لكن هادوك ورقات ديال السدر قبل ما ديريهم كتعزلي سبعة ورقات، ما يكونوش مهرسين من الجناب، يكونوا صينين، وكديرهم ما بين حجرتين ديال التيموم اللي كنتيموميهم وتحكيهم وتهرسيهم وديرهم في داك الكاس ديال الماء وترقيهم وتصفيهم، وملي ترقيهم كلشي صفيهم تشربيهم يوميا يوميا كتشربيهم وتشدي يدك تحطي على كرشك وترقي ودير الرقية الشرعية. وما تكونيش اللي عندها هاد سحر الأرحام أو التابعة ما خصهاش تبطل الصلاة، ديما الصلاة كتصلي في الأوقات ديالها وتقرا القران ودير الرقيه الشرعيه يوميا باش تبعد منها التابعه ويضبط لها الحمل. وهاد الوصفات اللي كندير وصفه باش تحمل المره الاولى، وكدير واحد الوصفه باش تحافظي على الحمل بهذاك اوراق السدر. اوراق السدر كتشدي كطحنيه، ملي كطحنيه كتخلطيه بزيت الزيتون وكترقيه بالرقيه الشرعيه لهاد الصور اللي قلت لك، وكتولي داك زيت الزيتون اللي فيه الرقية الشرعية وفيه اوراق السدر كدهني به البطن ديالك تحت السرة، كدهني به وكترقي راسك مزيان. وكاين واحد الوصفة اخرى ديال الحب الشانوج مع العسل الحر، غديري انت والزوج ديالك ديرتو راه كاينة الوصفة. اي دخلوا كتبوا الوصفات ديال سحر الارحام او التابعه والرقيه الشرعيه لاله بهيجه، غيطلعوا لك بدل الوصفه 10 وصفات، وعزلي منهم الوصفات اللي انت اللي مناسبه اليك وديريهم. هادو هما النساء اللي عندهم التكرار في الاجهاض المتكرر وكيقول لك ما عندنا حتى شي مشكل عند الطبيب وكيوقع عليهم هاد الاجهاض. اش بغيت نقول لكم بنياتي؟ ضروري نجاوبكم باش تعرفوا كيفاش ديروا. كاينين اسئله اخرى، واحد السؤال كيقول لي بناتي بزاف كانوا فايتين والدين او ما فايتينش والدين، يعني داروا لي بيلي، لي بيلي ديال هو المنع الحبوب منع الحمل، كيديروها واحد عام او عامين او ثلاث سنين كيقطعوها كيبغيو يولدوا ما كيحملوش.
من ما كيحملوش كيتقلقوا كيمشيو كيقولوا اشنو كيفاش كي غنقول لكم اللي كيدير لي بيليل اطول مده كيدير لي بيليل ما تخافوش، لان قد ما طولتي المده ديال لي بيليل قد ما غتقطعي المده ديال لي بيليل غتاهي غتطول. مثلا انت 5 سنين او 4 سنين انت كديري في لي بيليل ديال منع الحمل وقطعتي، واش غادي هذيك الساعه الشهر الاول غادي تحملي؟ لا، غتقدري عام وانتي قاطعه لي بيليل وكتغسلي، وعام عاد كتقدري تحملي. اما الحمل غتحملي باذن الله، ما تخافيش. الا كنتي عام درتي راه عيط شهرين 3 شهور بما خرج داك لي بيليل من الجسم ديالنا، داك التاثير ديالو اللي كيكون عندنا في الجسم ديالنا تيخرج من الجسم ديالنا ويتصفى ويتلقى لنا الجسم بحال كندير الفيدونج لراسنا. الجسم ديالنا كيدير الفيدونج من داك لي بيليل عاد السيدة كتحمل. واذا كنتي يعني طولتي اكثر من مده عام وتي قاطعه لي بيليل وما حملتيش، لا باس تعاوني راسك. باش غتعاوني راسك؟ تعاوني راسك بالتنظيف، تنظيف الرحم، تنظيف الجسم ديالك، يعني تشربي الاعشاب، تهزي الرحم ديالك، تشربي تسخني الرحم ديالك، تنظفي، تشربي الحاجه سخونه باش تحركي الجهاز ديال الولاده باش يكون حمل باذن الله، وغادي يكون حمل باذن الله. اما باش تقولي لا راه مشيت عند الطبيب قالك ما عندك حتى شي حاجه، راه ما عندك حتى شي حاجه. عين لي بيليل كيبقاو شادين في الجسم ديالنا، خاصنا نتسناو بما داني خرج لينا من الجسم ديالنا وما بقاش العقل باقطيني. داك اللي في ديال لي بيليل كيبقى امر العقل ديالنا بان ما غنحملوش. انت كتبقاي بشويه بشويه حتى الجسم ديالك كيتعود بانك راه باغا تحملي، وكتصبري وما تعصبيش وما توتريش، حتى التوتر كيزيد على الانسان ما كيحملش. هادشي اللي بغيت نقول للناس اللي قطعوا البيليل وباقي ما حملوش، ما تخافوش، كنعطيكم امل، ما تخافوش راه غتحملوا غتحملوا. وبغيت نقول لكم هاد السيده اللي قلت لكم في الاول ها هي عندها 50 سنه وحملت. مادام السيدات كتجيكم الدوره الشهريه راه غتحملوا، ما غنقولوش انه ما كاين حتى شي مانع. الدوره الشهريه هي العلامه، الا ما كانت كتجيكش الدوره الشهريه هي اللي كنقولوا صافي فقدنا الامل. اما مادام كتجيك الدوره الشهريه كل شهر او واخا كتعطل على كتجي، راه عندك الامل في الحمل باذن الله. اتوكلي على الله ودير الوصفات وديري كثر من 4 وصفات وهزي الرحم ديالك وسخني، وان شاء الله غادي يكون حمل باذن الله. ونتمنى بنياتي اللي باقي ما حملوش الله يرزقهم بالذريه الصالحه، وبناتي اللي حملوا الله يثبت الحمل ديالهم ويعطيهم كل ما كيتمنوا ان شاء الله، وبالف صحه وعافيه ان شاء الله، ويولدوا بالصحه والسلامه. بالنسبه للي دخل الشهر ديالهم هذا الشهر، هذا الشهر 9 ولا 8 غادي يولدوا وبغاو الوصفات ديال باش تعاودوا مع الولاده. درت لكم 4 الوصفات في فيديو واحد باش تساعدكم على الولاده الطبيعيه باذن الله تعالى. ادخلوا القناه فيها بزاف غنيه بالوصفات البنات اللي غادي يحتاجوها. والى اللقاء ابنياتي، ومع السلامه الى فيديو اخر وفي نصائح اخرى لبنياتي ان شاء الله. مع السلامه.